المباراة، وللجميع وجهة واحدة في سترايك لاند. هذا صحيح، لم تمر سوى 30 دقيقة وها هم سوبا سترايك في موقع القيادة. هاي يا شيكس، هدف رائع بالنسبة لمهاجم ثانوي. نعم، أعتقد أنه رائع مقارنة بالهدف الذي أحرزته. هكذا إذن، عموماً من يسجل أكثر يفوز. انتظر. إن الوقت يمر، وإلما تدور وشيكس سجل ثلاثية. آسف لك، قد حان وقت الإنهاء. وها هو شيكس يوقع على الهدف. الكرة الملتفة. نعم. لا أريد أن أكون المنافسة المقبلة للسوبر سترايكر. نعم، لابد أن التكنيكالي يرتعشون من الخوف. هذا هو ما تظنه. ما هو أظن؟ شيء أنا جيد فيه، وشيء أنا أعلمك كيفية فعله. إذن كيف جرت المرحلة الأولى يا بول؟ ما هو بول؟ إنه أنت، جهاز متموضع لفهم كل التحركات المحتملة، فهمت؟ فهمت. ما هو الجهاز المتموضع لفهم كل التحركات المحتملة؟ لديك مقاطع لمباريات الماتادور وشيكس على قرصك الصلب. يمكنك تحليل كل تعبير لهم وتتوقع كل حركة وصنع النصر للتكنيكالي. توني، هل أنت في الداخل؟ رائع، يصبحون شديد الحساسية عندما أضع القوانين. نعم يا توني، سنلعب ضد سوبر سترايك خلال أسبوع. نتساءل إن كنت تريد التدرب؟ أعتقد أن بندكت بي برادلي قلق إلى حد ما من مواجهة شيكس وإل ماتادور. ما هو التدرب؟ ليس الآن يا بول. مهلاً، من هذا؟ زميلكم الجديد، إنه حارس مرمى موهوب جداً. بول، ها؟ ما هو اسمه الكامل؟ بول بيت بوت بادي بمبرلب. لا وقت لدي لهذا، والآن اذهبوا وقوموا بأي شيء وافعلوه. علي إحضار بطاقة لسوبر ليج. لدي أنت وبنديكت بي برادلي وثاديو ثارينغتون و عشر من بطاقاتي. محظوظ جدا، صحيح؟ هيا، المزيد من جون جي جونسون جونيورز. هذا تملق، هنالك خمس منها في الكيس. نعم، خمس. حسنا يا أولاد، تكنيكالي هذا الأسبوع. أيها المدرب، هل تحتاجون جميعاً في التدريب؟ هذان الشابان سيسجلان على كل حال. كونهما في مستوى جيد لا يعني أنه عليكم التهاون. بلوك ونوث شو. لن تنقذك تسديدة الدقيقة الأخيرة هذه المرة. إن كنت تريد عدد أهداف كالذي أسجله، يمكنني أن أعلمك التسديدة الملتفة. لست بحاجة إلى تعلم حركتك غير القابلة للإيقاف، لدي حركاتي. حسناً، توقف. أنا لا أمانع المنافسة الصحية، لكن حاول جيداً ألا تفقد السيطرة. ها؟
بي أبدا. أنتما شابان غير منطقيين. إنه ميكوتشان. ميكوتشان، المهارة في التمرير جيد جدا، لكن ليس بجودة ريانو. 89. حسنا، إنه دوري. الماتادور، المهارة الهجومية، هيا. أسمعت يا شيكس؟ بطاقة سوبر ليج خاصتي لديها قدرة. شيكس، المهارة الهجومية. ماذا؟ كيف لذلك أن يكون؟ الكرة الملتفة. كون توني لا يريد أن يتدرب لا يعني أننا فاشلون. نعم، لذلك سننزل إلى الملعب. نعم، ودون أن نهتم سنكون جاهزين لسوبر سترايكا. نعم. حسنا يا بول، لنبدأ العمل. توني يقوم بتدريب خاص مع بول. أنت ذا يا بول، أنت التحفة الفنية الجديدة من العيون الصناعية. إذن كيف ترى المنظر؟ ما هو المنظر؟ انطفئ في الوقت الذي أعمل فيه. ما هو انطفئ؟ جون جي جونسون، المهارة الهجومية 35. مهلاً، أين بطاقة شيكس؟ نقطة واحدة، نقطة واحدة، كل ذلك بسبب تلك الكرة الملتفة السخيفة. مرحبا يا توني. حسنا يا بول، حان الوقت لاختبار آخر شيء من خطتي. أجل، الحقل المغناطيسي مستقر. ما هذا؟ واحدة من بطاقات جون جي جونسون الغبية. ذلك اللص المتلصص كان يتلصص هنا. بول، تحديد هوية الهدف. الهدف شيكس. نعم، إنها تعمل. ما هو تعمل؟ اخرس، أنت تفسد اللحظة. بابا، أنت عبقري يا توني. سنهزم سوبر سترايكا ونفوز بالسوبر ليج. التدريب لنا وليس فقط لبول. التدريب لنا وليس فقط لبول. ماذا تفعلون الآن هنا أيها الحلقة؟ لقد اكتفينا من معاملتك لبول بطريقة أفضل. أيها الأغبياء، بول هذا. بول ماذا تكلم؟
إن بول مريض جدا، لقد أصبح باردا ورماديا وهو لا يتحرك. إذن يا توني، هذا يعني أنني الأساسي؟ وهذا ما يريده بول. في الحقيقة عليك ارتداء قفازات حظه. والآن اخرجوا، اربحوا هذا من أجل بول. من أجل بول. ليس سريعا يا جوني جي جونسون جونيور. وجدت هذه على أرضية الملعب أمس. ماذا كنت تفعل هناك؟ ماذا رأيت؟ لم ترى شيئا، فهمت؟ بطاقة لتشيكس؟ غير معقول، إنها نادرة جدا. إذن أنت تنفي أنك تركتها؟ أعرف أنك مهتم بهذا. لم يكن أنا يا توني، يستحيل أن أخسر بطاقة السوبر ليج. هل أخذها؟ نعم بالتأكيد، أيا كان. حسناً اثبتوا جميعاً. بطاقة شيكس فقدت بشكل رسمي. فقدت بشكل رسمي. لا تنظر إلي، الشيء الذي أجمعه الأرقام. وأنا لست بحاجة إلى البطاقة. حسناً إنه أنا. لقد أتيت أمس للتدريب وربما أوقعتها على أرض الملعب. على ماذا تتدرب؟ ليست الكرة الملتفة. نعم، ولما أخذت بطاقتي؟ لأن رؤيتك تملأني بالغضب المطلوب وأنا بحاجة إلى محفز. هيا يا صديقي، قد تكون البطاقة مكانها. أنت من أين حصلت على البطاقة؟ توني أعطاني إياها. أكره أن أفسد الأمر، لكن أعتقد أنها لنا. هل يمكنك أن تثبت؟ لا. قال لا. احذرا، سأبدلها مقابل بطاقة بول. بطاقة من؟ بول الحارس الجديد. وكيف يبدو؟ إنه أنا لا أعرف، إنه يقضي كل وقته في مختبر توني. محظوظ. ما رأيك أن تبيع لنا الآن بطاقة شيكس مقابل 20 بطاقة لجون جي جونسون؟ ساذج. ساذجان. حسنا، هل أنت جاهز للتصدي لشيكس والماتادور يا بول؟ نعم. حقا؟ نعم أنا جاهز. بدون أي أسئلة؟ نعم أنا بخير. والآن فلتشهدوا معي قوة هذا الاختراع العظيم. بدأ اللعب. بداية رائعة من الفريق الأصفر، لكن بلوك أنهى الخطر. هجمة مرتدة للسوبر سترايكا. يمكنك فعلها يا بنديكت. توني يعتمد عليك وبول يؤمن بك. تايجر يرسل العرضية. شيكس هناك. الهدف شيكس، تحديد الحركة. الحركات المعروفة: ركلة العقرب، الكرة الملتفة، ركلة الدوران. تم التحديد، ركلة الدوران. ما هذا؟ تسديدة شيكس، يتصدى لها بنديكت. إنها قفازات جالبة للحظ. لا، هذا سيكون أسوأ مما توقعنا. نعم، استمر في قول ذلك لنفسك. سأكون مشغولاً بتسجيل الأهداف. أوه.
حان الوقت لتسديد كرة ملتفة وتسجيل هدف. لا أحتاج حركاتك يا شيكس أو أقوالك. هذا لا يصدق. أوقف بنديكت الكرة الملتفة. إنها اللحظة. لقد فشل زملاؤك وخصوصا شيكس. هناك شيء واحد لفعله. الكرة الملتفة؟ لا، تسديد الكرة. لقد سدد، لكنه لم يستطع أن يفهم هذه، وواقف في مكانه. أوه، كانت قريبة. شيكس يستحوذ عليها، لكن الحكم يعلن نهاية الشوط. أحسنت يا بنديكت. انطفئ. هل رأيتم ذلك؟ قفاز بنديكت، أعتقد أنني رأيتهما يتحركان وحدهما. هل جنن؟ ماذا تقول يا أخي؟ وربما أنت تصطنع الأعذار لأنك لم تستطع التسجيل. وأنت أيضاً. هذا خارج عن الموضوع. كان برادلي ضعيفاً. عليهم أن يحدثوا معلومات بطاقة برادلي في سوبر ليج. يجب أن يحصل على تقييم أعلى. لا أعلم لما أحضر توني معه حارساً جديداً. تقصد أي حارس؟ أي حارس؟ أجل، شخص يدعى بول، ولكنه غير موجود على مقاعد البدلاء. يبدو أنه يتسكع في مختبر توني. مرحباً بول، أنت هنا؟ ماذا هنا؟ في هذه الغرفة؟ إن عتادي الأساسية موجود هنا. بول. نعم. أفهم من ذلك أنك حاسوب؟ وصفي هو آلة متموضعة لفهم كل الحركات المتوقعة. تلك هي. ما هي؟ هي؟ هل هذا حقيقي؟ إذن فأنت تقول أن برادلي تحت سيطرة قفازيه؟ نوعاً ما، هذا كله موصول إلى حاسوب خارق يمكنه توقعنا. ولما لم يتوقع الحاسوب تسديدتي الخاصة؟ كان برادلي متجمداً في مكانه. هذا لأنها ليست حركتك. ليست الكرة الملتفة، إنها لفة الكرة. إنها مختلفة. فكروا الآن، بول توقع أن أنفذ حركاتي وتوقع حركاتك، ولكنه لم يتوقع أن ينفذ إلما تدور حركتك. هذا بالتأكيد. إذن فالحل بسيط، شيكس يعلمون ما تدور حركته. هذا لن يحدث. هيا افعلها للفريق. الجماهير. الشعار. افعلها لأنها فرصتك لهزيمة شيكس. لقد بدأ الشوط الثاني وسوبر سترايك في حالة هجوم. شيكس يتحضر للتسديد، لكن برادلي أوقف كل ما سدد عليه اليوم. إنها لك. أوه، يا لها من تمريرة. الماتادور يدخل المنطقة تحديد الهدف. الهدف الماتادور. الحركات قوس قزح، الثور، ركلة الكعب. حركة غير معروفة. حركة غير معروفة. توقع هذه. فعلتها؟ لقد فعلتها. طبعا فعلتها. تسديدة رائعة، انتصرت في هذه الجولة. في الحقيقة سأعتبرها تعادلا. أحيانا التمريرة تصنع الهدف. كل تلك النقود صرفت على آلة غبية مزعجة. الهدف توني فير. الحركات
الاختراع، الفشل، القرارات الانفعالية. أنا سوف أحولك إلى مكنسة كهربائية يا كيس البراغي الغبي. مسار العمل، الدفاع عن النفس. توقف، أترك لحيتي. ياه، أنا أحب اللعب في ريو. المنظر جميل والطقس الرائع أيضاً. والأفضل من ذلك السامبا. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان تارت تارت. اليوم يوم سعدك يا صديقي، أعرف أفضل مدرب سامبا في ريو كلها. ولماذا المدرب؟ هل أبدو كمن يحتاج إلى دروس؟ تحلى بالصبر يا إلماتادور، يمكنك تعلم المزيد. شباب، نسيتم أهم ما يجذب الناس إلى ريو، إنها مباراتكم ضد فريق بالمانتيري. إنهم مستعدون وعلينا أن نتهيأ جيدا. إذن لماذا أتينا إلى الشاطئ؟ من أجل تدريب جدي جدا جدا. يا للحظ، يوم رائع في أحلى مكان. انتبهوا يا شباب، بالمانتيري يهاجمون بكثافة مما يجعلهم خطيرين، لكنهم لا يصدون الهجمات المرتدة. والتمرين على الرمل سيحسن سرعتنا. تماماً، خطة اللعب بسيطة، دفاع قوي، أخذ الكرة، ثم تمرير الكرة إلى تايجر. سيستخدم تايجر حركته الدبوسية ليأخذهم على حين غرة. أي أسئلة؟ أجل، هل هذه صورة تايجر؟ ترغبون بدروس للرسم؟ أعرف أفضل معلم في ريو كلها. إنها لاك تايجر. حسناً، لنقم بالدوران. كابتن تايجر، تستطيع اللعب ضد بالما، ولكن إذا عرضت ركبتك للضغط فلن تلعب لأشهر. آسف يا تايجر، لا يمكننا المخاطرة، وهذا يعني لا 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 لحركتك الدبوسية. هاي، تحتاج إلى بعض موسيقى الكمان؟ أعرف أفضل معلم موسيقى في ريو كلها. أعذرني، لست مهتما. ما هذا؟ يا صديقي، إنها الكابويرا، الفن العسكري البرازيلي. إذن دعني أخمن، تعرف أفضل معلم في ريو كلها؟ إنه يدرب في تلة هوسينيا. ما زال بإمكاني أن أكون تويستينج تايجر. اسمعوا يا شباب. نعم نعم، تمرين جدي جدا جدا. في الواقع سأعطيكم يوما إجازة. غير معقول، لقد تمرنتم كثيرا البارحة، لذا حجزت لنا أجل ليوم كامل. أجل في جولة استطلاعية. أجل. أهلا في حافلة ريو دي جينيرو الاستطلاعية.
تهيأوا لساعات وساعات من الحقائق الممتعة المتلاحقة. لسوء الحظ تكييف الهواء معطل، ولكن إذا نظرتم أسفل مقاعدكم ستجدون كيسا مجانيا من الفول السوداني. جميل، شكرا. هذا الطريق حتى التمرين الجدي جدا جدا يكون أفضل من هذا. تاريخ مميز، فقد بناه والد الصناعي. ماذا بك يا فتى؟ وجدت طريقة جديدة لأداء الإعصار الملتف بحيث لا تؤذي ركبتي، ولكن أنا عالق هنا. اطمئن يا فتى، سنتغلب على بالما. لا علاقة للمباراة بذلك، أنا تويستنج تايجر، ودون الإعصار الملتف أصبح دون هوية. عمل جيد يا شباب، بأداء كهذا الليلة سيكون سوبر سترايكا في ورطة كبيرة، وخاصة مع عدم مشاركة تايجر. دونالدو لا تكن واثقا جدا، فما زال سوبر سترايكا يملك أوراقا رابحة كثيرة، والمدرب لديه خطة بديلة. حان الوقت للتمرن على الكرة الرأسية. وإذا ألقيتم نظرة إلى الخارج ستجدون جبل شوغرلوف المدهش. مدهش، وهل سنصعد الجبل؟ ليس ضمن خطتي الرحلة. وأيضا إلى اليسار ستجدون منطقة لابا، وهي مشهورة بحفلاتها الصاخبة، لكنها ليست ضمن خطتي الرحلة. الآن سنرى على اليمين تلة هوسينيا المشهورة. تلة هوسينيا، إنها هي. سأتعلم هناك الكابويرا، فلتساعدني في الخروج من الحافلة. سأساعدك. حسناً. المواد الغذائية. مهلاً يا شباب، حان الوقت لنعرف بما يفكر كل منا. إن هذه الرحلة مذهلة حقاً، يجب أن نقوم بمثلها في كل مدينة. أنت سفيف. هيا تذهب أيها المشاكس. اهدأوا، اجلس. هيا شباب، اتركوا شيكس وشأنه، فهو محق. هذه الرحلة تقدم معلومات كثيرة. حسناً، أين ذاك المعلم؟ إنه أنت؟ لحظة واحدة، أأنت الفنان والموسيقي ومعلم السامبا؟ إيقاع، رؤية، تعبير، إن الكابويرا تجمع كل هذه الأشياء. وأيضاً اسعى من أجل رزقك. ها؟ أول خطوة لتعلم الكابويرا هي الجينجا. أمتأكد أنها ليست رقصة السامبا؟ الجينجا هي الأساس لحركات الكابويرا، تعلمك التحول من الدفاع إلى الهجوم في لحظة. الخدعة هي جعل خصمك يبادر بالحركة الأولى، ثم وبعد أن يتراخى دفاعه الهجوم المعاكس. حديقة بوتانيكال هي المكان الأنسب لتمضية يوم حار جداً جداً كهذا اليوم، ولكنها ليست ضمن خطط الرحلة. أرجوك توقف، أنت تفسد رحلتنا. في المحطة القادمة. علينا الخروج من هنا حالاً. حسناً، إنها فرصتنا.
مهلاً يا شباب، من غير اللائق أن نغادر دون معرفة المدرب. وهذا هو النصف الأول من الرحلة. أما بالنسبة إلى الأربع ساعات، علينا الخروج من هذه الحافلة. ها ها، أحسنت، عمل جيد يا فتى، تابع العمل. متى سأقف على يدي وأدور؟ اصبر يا تايجر، لما العجلة يا فتى؟ لا أعرف يا صديقي، يبدو أني لن ألعب، ولكن علي حضور المباراة ومساندة زملائي. اطمئن يا صديقي، لدي أفضل مقاعد في ريو كلها. جميل. ها؟ ماذا؟ يتدربون على مواجهة لينكي، يعرفون خطتنا. جاو، عليك أن تعلمني الحركة الآن. ريو دي جينيرو، أرض ركوب الأمواج وكرة القدم والسامبا، وهي حقا مكان ملائم للعيش في الهواء الطلق. وعلى يمينكم ستشاهدون شاطئ كوبا كابانا. أنا لا أصدق هذا. تخيلوا أنفسكم للحظة على الرمال البيضاء الجميلة والرياح والمحيط. حسناً، راقبني. والآن حاول أنت. حسناً، بذلت جهدك يا فتى، لكن تحتاج إلى قليل من التدريب. هاي، ما علاقة هذا بالتدرب على الكابويرا؟ لا شيء، لكن شكراً على المساعدة. ممتاز. أنا مستعد. أنا آسف أيها المدرب، ولكن الرحلة كانت حقاً مملة. أنا أعرف، بقيت لثلاث ساعات أخرى في الحافلة. هناك شيء آخر أيها المدرب، نحن لا نعلم أين تايجر. لا تقلق بشأن تايجر الآن، لدينا خطة اللعب ولدينا اللاعبون، وعلينا أن نحصد النتيجة. تايجر، تذكر يا صديقي، لتتقن الدوران استخدم حركة الجينجا. شكراً، حصلت على ما أريد. على الأقل افعل شيئاً واحداً لأجلي. ما هو؟ خذ الإعلان لأصدقائك. أهلاً بكم في مباراة بالمانتيري وسوبر سترايكر من ملعب رامبا. المبدعون البرازيليون لديهم جانب قوي، ولكن سوبر سترايكر يفتقدون خدمات تايجر. وبما أنهم يفتقدون لاعبهم المميز، هل لدى سوبر سترايكر خطة أخرى؟ نعم، فالكرة ذاهبة للاعب الطويل. لسوء حظ المدرب، فإن هذه الخطة غير فعالة بالمرة. وها هو الهدف. هدف رائع من لاعب السامبا. لا
وجود لتايجر. كرة طويلة وفشل. مشجع سوبر سترايكا يأملون بخطة ثالثة. أعتقد أن الخطة الأولى قد وصلت للتو. يا للروعة! ماذا أقول؟ ريو مدينة مذهلة. أين كنت؟ عدم وجودك في القائمة لا يعني أن زملائك لا يحتاجون دعمك. سأقدم أكثر من الدعم. أستطيع أن أربح المباراة. هل تعني؟ الإعصار الملتف سيعود إلى العمل. يجري سوبر سترايكا أول تبديلاته. ينزل تايجر بديلاً للينكي. ها؟ لحظة واحدة. إذا كان تايجر الخطة ألف وجاء بعد الخطة باء، فالخطة باء هي الخطة ألف والخطة ألف هي. أحضروا لي قلماً وورقة. الكرة مع تويستينج تايجر. هل سيحقق لفريقه؟ حسناً، لم نشهد عودة مؤثرة كهذه. لقد قلب حركته المميزة رأساً على عقب. لا بد أنه ما زال في حصة تدريبية. أين سرعتك يا تايجر؟ نحتاج إلى ارتداد سريع. ماذا يحدث مع كابتن تايجر؟ يحتاج إلى استخدام الجينجا. يحتاج ماذا؟ من الطريف أن تسألي. يحاول تايجر أن يقدم كل ما لديه. صافرة نهاية الشوط الأول. أجل، لم يصرف الشوط الأول تايجر لينهي هذه الحركة. حسناً، لنشرح الشوط الأول. سوبر سترايكا طبقوا الخطة ألف والخطة باء والخطة ألف باء، ولكن بما أن الخطة ألف هي الخطة باء ومجموع باء وألف هو، كان لديهم نسختان من نفس الخطة. أحتاج ورقاً أكثر. اللعب الفردي، عدم الالتزام بالتعليمات، ليس من عادتك يا تايجر. لدي حركاتي الخاصة الجديدة. أنا الآن أفضل من أي وقت مضى. لن تكسب المباراة من حركة واحدة. أجل. ولماذا إذن اسمي تويستينج تايجر؟ اسمع يا تايجر، قدم لي أحد ذات مرة نصيحة رائعة. كن متطلعاً إلى الأمام، فلا تتوقع ما يمكن أن تتعلمه. أنتم محقون، بالطبع أنتم كذلك. أظنني تعجلت لأستعيد هويتي وفقدتها. لستم فقط من يجب أن أصغي إليهم. يبدأ الشوط الثاني، والمفاجأة الآن أن فريق بالمنتيري هو من يهاجم. ولكن السؤال الذي يدور في رؤوس الجميع هو، بما أن الخطة باء كانت ألف فالخطة جيم هي الخطة باء، فهل لدى سوبر سترايكا الخطة جيم والتي يمكن أن تكون الخطة دال؟ متأكدة أنه لا يوجد أحد سواك يسأل هذا. الكرة مع دونالدو، ولكن تايجر ينتظره. انتظر الخصم ليقوم بالحركة الأولى، وعندما يتهاوى دفاعه الهجوم المعاكس. في البداية الإعصار المقلوب، والآن استخلاص رائع. ماذا بعد؟ حركتان في حركة واحدة، الدوران من الدفاع إلى الهجوم في لحظة. إنه يقلب عالم فريق بالمار رأساً على عقب. يملك حقاً قوة خارقة. أجل، لاعب من هذا النوع يشكل مرتكز كل خطط فريقه. يمكنك
يمكنك الحصول على توقيعي، وأيضا يمكنك الحصول على هذه هي الحياة. تخلصنا من رحلات الاستطلاع، صحيح أيها المدرب؟ أوافقك تماما. أكان أعصارا ملتفا مقلوبا؟ من أين أتيت بهذه الفكرة؟ أحد معلمي الكابويرا علمني إياها. ماذا؟ هذا الدوران رفيع المستوى. هذا صحيح، أفعل أي شيء لأتعلم من ذلك المعلم. أوه هي هي هي. إن هذا هو يوم سعدكم. قل جو، هل صحيح أنك ستقص شعرك من أجل بطولة الدوري المقبلة؟ إن قصصته، أين سأحتفظ بمشط الطاقة؟ الماتادور، الماتادور، من هنا. ما تعليقك على شائعات إذابة كأس الدوري بشكل تمثال ذهبي ليكون لنفسك؟ ليس صحيحاً، لكنه مغرم. نورتشو، هل تنوي الانضمام إلى هايدرا هذا الموسم؟ بالطبع لا، مصادر هذه الأخبار كلها خاطئة. كابتن راستا، ما ردك على خبر انضمام دوما لإمبيزيبل يونايتد كقائد للفريق؟ ها، هذه أسخف شائعة سمعتها. أجل، ففريق يونايتد ليس بهذا الجنون ليسمحوا بعودته. دائما سخافة الصحافة قبل الموسم. أجل، لا يوجد شيء لينشروه، لذا يخترعون قصصا غريبة. معك حق، لا تحدثني عن ذلك. حسناً، ليس عليهم الانتظار كثيراً، فبطولة الدوري تكاد تبدأ من جديد. كيف كانت عطلتكم جميعاً؟ أنا أنهيت ألبومي. أما أنا فلعبت الكرة. كانت في خلال العطلة؟ على الأريكة. لن تصدق ما فعلت بعطلتي، قضيت وقتاً جنونياً. أجل، كل هذا يبدو جميلاً بالفعل، ولكنه ليس بإثارة ما فعلت. قمت برحلة إلى قلاع بافاريا. أوه، تعلمت معلومات مثيرة. أتعرفون أن لودفيك الثاني كان يملك ساقاً خشبية على عكس لودفيك الرابع الذي كان يملك يداً خشبية، والملك غانثر التاسع ركبته لينة. وقت نسيان العطلة يا رفاق. أجل كلاوس. الفوز بلقب أبطال الدوري رائع، ولكن الحفاظ عليه أصعب، أصعب بكثير. حضروا أنفسكم لفترة تدريب قبل بداية الموسم. إذن، أي أسئلة؟ أجل يا كابتن، أصحيح أنك ترمي الأحذية على اللاعبين حين تغضب؟ اذهب، هذه سخافة، لن نكون مستعدين للموسم مع كل هذا الإلهاء. ربما علينا أن نبتعد ونقوم بتدريباتنا خارج المدينة. يجب أن يكون مكاناً منعزلاً بالكامل، وأيضاً راقياً جداً. أنا أعرف مكاناً كهذا. وما هو؟ اذهب، اذهب. شعور رائع، لقد ابتعدنا عن وسائل الإعلام. أجل، لا كاميرات موجهة علينا دائماً. ما الذي تتحدث عنه؟ هل تثق بهذا المكان يا راستا؟ ثق بي يا كابتن، فيه مبان فنية كثيرة وملعبان ممتازان ويتمتع بالخصوصية. إنه مكان مكتمل، وهو أفضل مخيم للتدريب قبل بداية الموسم. أخبار رائعة، لقد استغرقت وقتاً لكن استطعت أن أعثر على أكبر دليل لجزر أميتو. لقد عدنا ثانية. والجزيرة موطن لأنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات. أوه، مثل طائر كواندو العجيب.
الجزيرة تضم أكبر تنوع نباتي وحيواني، وعندها كان الجميع يرقصون كما فيها أنواع من الزهور و... سوبا سترايكا؟ إنفينسيبل يونايتد، ما الذي تفعلونه هنا؟ دعني أحذر، مخيم تدريب من أجل الموسم. ها، إنه الأفضل على الإطلاق. لدينا ملعبين على أعلى مستوى في الجزيرة كلها، إذن لم تكن هناك مشكلة. أنت لا تتابعين أخبار دوري الأبطال. حجزت هذه الجزيرة لخصوصيتها. عليكم الرحيل من هنا. لما لا ترحلون أنتم؟ اهدأوا. أنا لدي فكرة. لما لا نلعب مباراة لتحديد ذلك؟ دوما؟ إذن فكل الشائعات صحيحة. هل تركتموه يعود إليكم؟ آخر مرة لعب فيها دوما تم طرده وحصل على بطاقة حمراء. دوما ربما يكون قاسياً في بعض الأحيان، لكنه قوي وجامح. إنه الأفضل على الإطلاق. نحن لدينا تعريف مختلف لمهمة القائد الأفضل. مرحبا بعودتك للدوري. بالطبع العودة جيدة. ماذا قلت إذن يا راستا؟ الفائز يبقى والخاسر يعود باكيا. لكن على أي ملعب سنلعب؟ أجل، من له أفضلية الأرض؟ اهدأوا يا رفاق، بما أن هذا المكان يعتبر لنا، لما لا نلعب على الجزيرة بأكملها؟ نحن موافقون. إنكم لن تستسلموا أمام يونايتد، لكن ستلعب على كل الجزيرة؟ بماذا كنت تفكر؟ نقطع كل هذه المسافة لنلعب مباراة عامة؟ مفيد للياقة، جيد للعمل الجماعي، ونحن بحاجة إليه في هذا الموسم. واه، إن فزنا سنكون منتصرين أمام سوبا سترايكا قبل أن يبدأ موسم الدوري الجديد. إن عملنا كفريق ولعبنا أفضل واجتهدنا فلن نهزم أبدا. وأيضا لدي خطة ستضمن لفرقتنا الفوز عليهم. إن تبعتموني من هذا الطريق سترون مركز المدينة التاريخية والبئر التاريخية وأيضاً متجر الجزيرة التاريخي. انظروا لهذا القرميد، هل تعرفون أن... كفى، توقف عن هذا السرد. حسناً، أتعرفون أني لم أريد أن أقول لكم تلك الحقيقة الممتعة جداً؟ راستا دوما، لنبدأ عملنا هنا، ما رأيك؟ منطقتنا نحو الشمال وأنتم الجنوب. وكيف نعرف أي اتجاه منهما؟ في الواقع أتعرفون أن هناك زهرة في الجزيرة؟ لا تقلق أبداً يا راستا، القائد الجيد يكون جاهزاً. غولف؟ ولم لا؟ تعرفون القواعد يا سادة، لكن ما هي القواعد؟ لا توجد قواعد، لكن لدي نصيحة هامة جدا لك يا راستا. أبق عينيك على الكرة. كلاوس، هيا الحق به عند البئر. يونايتد، أخلقوا علي. المكان مزدحم، يجب أن نخرج من المربع.
الماتادور، هيا اركض. فهمتك يا كابتن. كول جو، الجناح. بالطبع يا كابتن. تشيكس، الخطة. فهمت راستا. الآن حركة رائعة كابتن. الوقت مبكر لتبادل التهاني بيننا، أمامنا طريق طويل لنقطعه. لا لن تفعلوا. يبدو أنكم دخلتم طريقاً مغلقاً يا سوبر سترايكا. أستقولان شيئاً لبعضكما أنتما الاثنين؟ قولا أي شيء. يبدو أنه سيكون يوماً طويلاً. كابتن، أستطيع الخروج من المناطق الضيقة في الملعب، لكن ليس مثل هذا. أجل، لأن هذه اللعبة مختلفة تماماً. يجب أن نفكر بطريقة مختلفة لنستفد من الموقف. اقطعوا الطريق. أنا آت يا شيكس. نفد حظك يا شيكس. شيكس، أنا سعيد لأنك في القمة. أنا أيضاً سعيد أنك موجود هنا. عليك ضربها فقط. رمية رائعة. أجل. أحيانا الكابتن عليه التصرف بنفسه. حسنا يا رفاق، لقد وصلنا تقريبا. إنها تحرقني. ما رأيك باستخدام ما يحيط بك يا راستا؟ ها؟ لا لا لا، استسلم يا سكارا، لا يمكنك أن تسبقني. لن أسبقك. أراكم في الجنوب يا خاسرون. 127، 128، 109. مئة وثلاثون، 131. أتعرفون؟ أنتم مجموعة مخادعين. كابتن، فرقة يونايتد ماهرون في هذه اللعبة. أجل، لأنها بلا قواعد. أجل، انظر لعيني. ماذا سنفعل معهم يا كابتن؟ عدم وجود قواعد يناسب يونايتد جيداً، لذا يجب أن نبذل أقصى طاقتنا. وعدم لعبنا في الملعب يعني أننا نحتاج لخطة. هيا الآن لنرهم لماذا نحن أبطال الدوري.
واحد، اثنان، ثلاثة. سوبر سترايكر! أولاً يجب استخدام عنصر المفاجأة، ثم يجب أن نوقف تقدمهم بدقة. على كول جو استخدام حركته الدبوسية لعبور الغابة، وعلى شيكس استخدام مهارته في دحرجة الكرة. مررت منك. هيا كابتن، إن راستا يجعل مظهرك سيئاً. لا تقلق، إنهم يتجهون حيث أريدهم بالضبط. مهلاً رفاق، لقد أضعنا يونايتد. لكنهم كانوا خلفنا. استرخي يا كابتن، ربما قرروا الاستسلام. أو يجمعون أغراضهم للعودة إلى منازلهم. ربما. واو، إنها هي الزهرة التي كنت أحدثكم عنها. هل كنتم تعرفون أنها تواجه خلاص؟ لا وقت نضيعه للمعرفة عن الزهور. مهلا يا رفاق، ما هذا يا كلاوس؟ هذه الزهرة تواجه جهة الشمال. هناك أمر واحد أعرفه ككابتن، هو أن أستمع إلى فريقي. أرجوكم، فليقل أحدكم شيئاً أو ليفعل أي شيء. لا 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 لا. هيا يا رفاق، لقد وصلنا تقريباً. ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ لقد وقعوا في الفخ مباشرة. ماذا؟ راستا راستا راستا، الكابتن الجيد يخطط لفرقته دائماً. البوصلة. هذا صحيح، لقد عطلناها. بدلنا الجنوب بالشمال. لقد أحضرتم الكرة إلى مرمى فرقتكم نفسه. الملك. هذا ذكي دوماً، لكن نسيت قول نصيحة لك. أوه حقاً، وما هي النصيحة؟ أبقي عينيك على الكرة دائماً. أين هي؟ أنا لا أحتاج إلى بوصلة لمعرفة الشمال. أجل، الكرة تتجه نحو مرماكم. هذه الجزيرة ستكون لنا. مات الملك. سكواش، كما تحب. استمتع بقيادة الفريق يا دوما. أجل، أثناء عودتك للمنزل. مهلا، تعرفون أن هذه الجزيرة هي المكان الذي هزمناكم فيه. ألن تقول لبعضكما وداعا؟ أرجوكما قولا وداعا، هذا سهل. وداعا، أتريان؟ تصران على فعل هذا لإزعاجي، أليس كذلك؟ Thank you.
أحسنت يا راستا، هزيمة يونايتد رفعت المعنويات حقا، لكن ما زال الموسم طويلا أمامنا. أجل، التحدي الحقيقي لقد بدأ للتو. توما، ما شعورك وأنت قائد فريق يونايتد من جديد؟ لا تعليق. وأين كنتم مختفين طوال الأيام الماضية؟ لا تعليق. هل كنتم تخضعون كلاعبين لتجارب هامة في مختبر سري؟ لا تعليق. هل صنعوا لكم أقداما آلية لتستخدموها؟ أتريدون معرفة أين كنا؟ كنا نلعب كرة القدم مع فريق سوبر سترايكا في الجزيرة، هل فهمتم؟ مهلا، أتتوقع أن نصدق هذا؟ هل تظنون سنصدق هذا الكلام؟ هل تظننا ساذجين إلى هذا الحد؟ تسديدة جيدة بمجهود فردي. في المباريات الحقيقية أبذل كل جهدي من أجل الفريق، لكن هنا لا أستطيع. شيكس أيها الفاشل، شيكس أيها الفاشل. واو، يبدو سكارا كما لو كان حقيقيا. نعم، إنه لا يحب شيكس بالفعل. عمل جيد يا بروفيسور، هذه المحاكاة رائعة. شكرا كابتن راستا، ستنتهي المحاكاة خلال 3 2 1. واو، هذا مذهل. إنه رائع. كان مذهلا. أعتقد من المفيد القول أننا مستعدون لكل متغيرات الجو. أعتقد أننا قد لعبنا تحت المطر، فقد أفسدت هذه الخوذة شعري. بروف، إن هذا الاختراع كان مذهلا. هذا مجرد مثال بسيط لإمكانياته يا شيكس، فالجهاز قادر على محاكاة أي لاعب من تاريخ البطولة. حسنا، من هو أفضل لاعب لديك؟ دعني الآن أتفقد المعاملات لدي، سوف أزيد معدل المهارة. إليريتي نجم النجوم. هذا لا يفاجئني، إنه كان يملك ضربة رأس أسطورية عندما كان بشعره. إدوين ملك مهارات السامبا. لم أرى أي شخص يتحكم بالكرة مثلما فعل إدوين. سبايك داوسن، إنه مرعب حراس المرمى، وهو لم يكن يدعى داوسن الرائع أبثاً. وأخيراً ولكن ليس آخراً، أقدم لكم أصغر مدرب للمهارات، العبقري. ليس لديه هيئة العبقرة، انظروا إلى قصة شعره. إن هذه كانت هي الموضة في حينه. ماذا تقصد بقولي في حينه؟ لا تتجرأ على التفكير في هذا يا شيكس. خططت لتحضيراتنا بكل عناية، ولا يمكن لي أي شيء أن يغير جدول العمل هذا. سوف ألتقي بكم غداً لأداء بعض التمرينات في عالم الواقع. كان ذلك رائعاً. تدريب جيد. نعم، رائع. اسمعوا يا شباب، إذا قمتم باللعب بهذه الطريقة، وإنفيزبل يونايتد لن ينال فرصة الفوز. ولكن هناك ما عليكم القيام به تحضيراً لمباراة نصف النهائي. الاسترخاء، لديكم إجازة للغد. لكن تمهلوا، أريدكم على أحسن حال. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما هذا؟
هذا الذي تفعله يا دينجان؟ أقوم بالمراقبة، والمراقبة تحتاج وجبة خفيفة. ليس قبل يومين من مباراة النصف النهائي أيها الأحمق. نعم. ما هي خطط سوبر سترايكا؟ لا أعرف يا فينس، يتدربون ويبدون كالحمقى. ما المطلوب معرفته؟ أي شيء يعطينا فرصا أفضل في مباراة النصف النهائي؟ ستقام المباراة بعد يومين، ولكن المنافسة بدأت منذ الآن. مقرف، ما هذه الرائحة؟ نكهة مجموعة أجبان. السر وراء الشعر البراق هو شامبو الخيول. صديقي، شعري يبدو هكذا طوال الوقت. أتشمني هذه الرائحة؟ أوه يا إلما تدور، عليك تبديل جواربك بعد التمرين. صحيح. كيف تقول هذا؟ ألبس الجوارب لمرة واحدة ثم أبيعها عن طريق الإنترنت. يا شيكس، هل تريد أن تجرب لعبتي الجديدة في منزلي؟ إنها ذات جودة عالية. رائع، ولكن شكرا لا أريد. آسف يا سكارا. لدينا مشاكل أكبر من هذه الرائحة الكريهة. شيكس يخطط لشيء لا نعرفه. وكيف لك أن تعرف ذلك؟ لابد من إيجاد شيء مهم ليمنع هذا الأحمق من تجربة لعبة جديدة. لا، البطاطا خاصتي. سأعيد أساطير الكرة إلى الملاعب. مباراة واحدة، سوف آخذ الأمور ببساطة. حسناً يا أساطير، أتستحقون هذه الألقاب حقاً؟ أهلاً. أنصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. حسناً، يجب أن يكون الأداء أفضل من الكلام. لتقوم بتحطيم سوبر سترايكا وليس كرامتك. تمرين محاك للواقع؟ يا للروعة، شيكس يواجه وحده فريقاً من الأساطير. جيد أنني أحضرت هذا. أعطني هذا. هل تعلم خطورة هذا على جسمك؟ انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. فعلا، البروفيسور أخبرنا أن قدراتكم كبيرة، ولكن علي الآن العودة إلى أرض الواقع.
أكل غير صحي يا بلوك. ضربة الشمس خطيرة جداً يا إلماتادور. أيها المدرب، أعلم حرصك على ألا يصيبنا أي مكروه، ولكن ألا تعتقد أنه مبالغ فيه؟ أنت لن تكون حذراً بما يكفي يا تايجر. نعم. أيها المدرب، أحتاج منك أن تتوجه إلى مختبري في الحال. لا تنظر إلي هكذا، فأنا لا أرتدي جوارب حتى. إن هذه كارثة، هناك مؤامرة، أحدهم قام بتخريب آلتي. وشيكس بروف، أخرجه من المحاكاة. لا أستطيع، إن اللوحة معطلة. ألا نستطيع نزع التجهيزات عنه؟ لا، إذا نزعنا الآلة عنه فإن دماغه سوف... دعنا فقط نقول إنه ليس خياراً. لخروج شيكس من هذه الحالة يجب أن يربح المباراة. لن أتحمل ذلك، لابد من وجود طريقة للخروج. ساعدوني رجاء. لن يتغلب شيكس على أساطير الكرة بمفرده. انتظروا انتظروا، هل جننتم جميعا؟ إن هزمتم ستبقون عالقين إلى الأبد. إنها مخاطرة وسنفعلها. أنا متسرع وأحمق. هذا صحيح. أنت محق. تماماً. حقاً. دائماً تريد أن تجرب كل شيء وحدك. أتيتم من أجلي؟ ولكن ألا يعني هذا أنكم عالقين أيضاً؟ لن نكون عالقين في أي مكان. شباب، ما هذا؟ علينا أن نهزم أساطير الكرة ونعود سالمين. نحن فريق واحد، نحن نربح معا ونخسر معا أيضا، كما أننا نعلق في آلة المحاكاة إلى الأبد معا. يمكن أن أشاهدهم يلعبون وأنا على دكة البدلاء، ولكن هكذا بالتأكيد يوجد ما أستطيع فعله. هل يمكنك إعطائي هذا المفك لو سمحت؟ انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. أعرفكم بأساطير الكرة الجدد. لاعب عظيم، ولكن هم أساطير. لماذا تكرهني آلة المحاكاة؟
سوف يبقون هناك لوقت طويل. سيكون شيكس في ورطة حقيقية. سكارا، وصلتني معلومات عن سوبر سترايكا. أنا لدي معلومات أكثر يا فينس، ونصف النهائي سيكون أسهل بكثير مما توقعناه. سأغلق الآن. عادة تكون بهذه الدناءة يا سكارا، ولكن فعلا تفوقت على نفسك هذه المرة. فعلا، حسنا، أعتقد أنك تدرك أننا الرابحون. والآن أخرج من سيارتي. أعد المفاتيح. حسنا، مهما يكن. سكارا، أعتقد أنني أكثرت من البطاطا. لا يمكن لأحد أن يعبث بتحضيرات فريقي. لا، أخرجني من هنا. لا، أخرجني من هنا. ساعدوني. أنصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. أنا منزعج جداً، إن ما يحدث يثير الغضب وبمنتهى السرعة. أنت لم تعرف الغضب بعد. ربما عليكم أن تدركوا شيئاً، إن هذه محاكاة للاعبين. إنهم ماهرون ولكن ليس لديهم جديد. ولكن نحن نستطيع. آسف أيها المدرب، علمتني ألا أقع في الفخ مرتين. لقد تعلمت هذه الحركة منك، أما هذه فمن مهاراتي. أبقها منخفضة. أيها المدرب، أنا أكره نفسي بالفعل. ليس سيئا يا شباب، ليس سيئا، محاولات أخرى وسنتمكن منهم. في الحقيقة إن جهاز المحاكاة أصبح في وضع حرج جدا. إنه المباراة سوف ينتهي أمركم، سوف نكون عاجزين عن مساعدتكم. انتهى كل شيء للأبد. أدركوا حقيقة الأمر. ماذا سنفعل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ لاعبا للاعب سيكون الأساطير أفضل. يا لها من معلومة جديدة. ولكن أجيبوني، ماذا يرتدي كل منهم؟ أزياء مختلفة؟ هذا لأنهم لا يشكلون فريقا، وإذا لعبنا كرجل واحد سنتغلب عليهم حتى لو كانوا أفضل منا كأفراد. واحد، اثنان، ثلاثة. سوبر سترايكا مؤثر للغاية. هجمة عكسية، يجب علينا أن ننهي هذا الآن، وإلا ستكون النهاية. Thank you.
الماتادور، مرر لي. قادمة إليك يا شيكس. سدد الكرة في الحال. أهلا بكم في النصف النهائي من الدوري الممتاز مباشرة من سترايك لاند. انفصل اليونايتد موجود بالملعب، ولكنه من الغريب أن الفريق المضيف لم يصل بعد، وهذا غريب على المدرب، فهو معروف بصرامته مع فريقه. لقد سارت الأمور على أفضل ما يرام. حسناً، في الجزء الأخير منها. سكارا. وأخيراً وصل لاعب الفريق الأحمر، وتبدو على وجوهه النظرة الزائدة. سوف تبدأ المباراة. المتنافسون المحليون وعمالقة الدوري الممتاز، من سيربح يا مان؟ أنا لا أعرف يا بريندا، ولكن مهما كانت النتيجة إن هذه المباراة سوف تكون أسطورية. برنامج روبرونسون. إنهم صناع الحدث والمسؤولون عن المتعة، وهم قادة في الملعب. سأتحدث مع اثنين من أعظم قادة كرة القدم قبل اللقاء المنتظر بينهما. رحبوا معي بدانسينج راستا من فريق سوبر سترايكا، وفلاديمير سافيتش من فريق غريم اف سي. راستا نجمي المفضل. سرني القدوم إلى هنا. تحياتي أيها البشري الصاخب. حسناً، ما هو سر القيادة على أرض الملعب؟ أنا آسف لتخيب ظنك، ولكن لا توجد أي أسرار. أعرف فريقك، ثم أعرف الخطة، وكن قدوة لهم، هذا فقط. وما رأيك يا فلاد؟ يصبح النصر مضموناً عندما تستطيع رؤية المستقبل. إذن هل تستطيع إخباري ماذا سأتناول على العشاء؟ المعكرونة بالجبن بمفردك. إن كتاب الجريم الأسطوري والقوي يسمح لي أن أعرف كل الأحداث قبل أن تحدث بفترة. شاهدوا القوة الهائلة للتكتنوميكون. أنا أفضل أن أوفر حركاتي للمباراة. أهلا بكم في فريتيفيا، مدينة غريم اف سي. كيف تجرؤون على إهانة العظيم فلاديمير سافيتش؟ أرجو. يا تشيكس، تغلب الغريم على آيرون تانك بأربعة أهداف، وسافيج سجل جميع الأهداف. لن يكون الأمر بهذه السهولة عند مواجهتنا. أجل، وإن استطاع رؤية المستقبل، كل ما سيستطيع أن يراه أن راستا يهزمه شر هزيمة. إن تعاوننا معا والتزمنا بالخطة، سنتغلب على فريق الجريم. حسنا يا رفاق، تجمعوا، صورة جماعية. هذا جميل. هل تعرف ماذا تعني كلمة مجموعة؟ في الحلقة السابقة من موديل ستودنتس، تيري يحب جينا، لكن جينا تحب بروس. في هذه الأثناء صرح كل من موريس ولورنس بحبهما لمونيكا، وتركاها في حيرة من أمرها. أنا أيضاً في حيرة، لماذا تشاهد هذا المسلسل؟ صحيح، كن جدياً يا كلاوس، كفى مسلسلات للمراهقين. ها، موديل ستودنتس ليس مسلسلاً للمراهقين، إنه قصة كلاسيكية عن الحب والتعلم تدور أحداثها في جامعة لعارضات الأزياء. وأيضاً إن شخصية لورنس مأخوذة عن شخصية الماتادور. لكنه لا يشبه الأصلية بشيء. صورة في الحافلة. Thank you.
أوبر، ما الذي حدث هناك؟ لا يهم كم أنتم أقوياء أو تظنون كذلك، لن تستطيعوا إيقاف قوة الكتاب الجهنمي سوبر سترايكا. شرفتم مركزنا. أثق بأن منشأتنا ستكون كافية لتحضيراتكم. أجل، هذا الشيء تحفة فنية. المطبخ، غرفة الطعام، غرفة السينما، والأهم من كل ذلك، هذا هو ملعب التدريب. إنه ملعب دي. أيها المدرب بالمونتا، ألا تعتقد أننا نستحق ملعباً أفضل بقليل من هذا؟ أو لا تقلق، إنه أفضل ملعب. ودي ترمز إلى زنزانة. وأخيراً دعوني أريكم المكان الذي ستقيمون فيه. أتعلمون إنه في القرن السادس عشر في فيرتوفيا كان يعتبر وجود حمامات في غرف النوم أمراً مواكباً للعصر؟ استمعوا جيداً، إن أداء فريق غريم على أرض الملعب أفضل من أدائهم خارجه. والسافيش الشخص الأساسي الذي يدير كل شيء، إنه ينظم اللعب، يسيطر على الوسط، وكذلك يؤمن الأهداف لزملائه. واو، يعرف إلى أين ستذهب الكرة ويمررها دون أن ينظر. يبدو الأمر وكأنه يستطيع. تعرفون رؤية المستقبل؟ أوه لا، لا تقلق يا كلاوس، تأكد أنه لا يوجد شيء خارق. أنا لا أتكلم عن سافيج. انتهى الموسم الرابع من موديل ستودنت بحدث مهم، إنه حفل تخرج في جامعة الموضة، وعلى الطلاب أن يعرضوا أزياءهم لينجحوا. ولكن العارضة مونيكا لم تقرر بعد إذا كانت تحب موريس، وهو غالباً مصاص دماء، أو لورنس عارض ملابس الرياضة. على أي حال، بينما كان موريس يعرض الثياب، سحب لورنس قطعة خشبية من شعره. هيا يا رفاق، المسلسل جيد. ماذا؟ يجب علينا أن نكون حذرين. حسناً أيها المدرب، أمتأكد أنك تريد أن تحبسنا هنا؟ يبدو مريباً يا رفاق. هذا مريب حقاً. إن سافيج لاعب وسط رائع، وبالتأكيد لا يقدر على رؤية المستقبل. عندما تعرف كيف يلعب الآخر، فإن معرفة الحركات القادمة لا يعد شيئاً خارقاً للطبيعة. واحد، اثنان، هل تظن أنك ستتجاوزنا يا كابتن؟ لن أفعل. ثلاثة، آسف يا شيكس، تمريرة سيئة، نحن بحاجة للمزيد من التدريب. لابد أنك تمزح، كان ذلك مذهلاً. أجل. صحيح، كان ذلك رائعاً يا كابتن. مذهلاً، ذلك جميلاً. تمريراتك كانت مذهلة. أحقت أني أوقفتك يا كابتن، ولكنك كنت متقدماً. تدريب رائع يا رفاق. أتشوق جداً لهزيمة غريم. ما هذا؟ هذا يا شيكس، لأنك لا تعرف طعم الهزيمة القاسية التي في انتظارك. دعني أخمن،
رأيت هذا مسبقاً في ذلك الكتاب المصحوح. أنت تعتقد أن راستا يستطيع مجاراتي، لكني أستطيع رؤية 5 حركات مستقبلية. كابتن فريقكم لا يمكنه أن يرى إلا 3. أو الماتادور، أعتقد أنه الوقت المناسب لالتقاط صورتي الصم. كيف علم سافج بتدريباتنا؟ فعلا هذا غريب، ولكن ذلك الباب الضخم كان مقفلا، من المستحيل أنه قد رآنا. لابد أن هنالك خدعة ما، صحيح؟ ولكن كيف يمكن حدوث ذلك؟ لقد بحثت في كل منتديات المسلسل وقرأت كل آراء المشاهدين، لكن لا أحد يعلم الحقيقة. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما الذي حدث هي أن أرى المستقبل، كتاب تكتنوميكون. لا لا ما الذي تفعله؟ أبحث عن كتاب تكتنوميكون، ربما خبئ في غرفة سرية، ربما تكون مثل مذكرات موريس البالغة من العمر 300 عام ومخبأة في سكنه في جامعة فان فام. جينا حصلت صورة الملل بينما كانت تبحث عن تيري الذي كان رجلا آليا، وإلا لما استطاع الانتظار كل تلك المدة. الماتادور؟ إنه مسلسل جيد. أرجوك أيها المدرب، تدربني في يوم واحد؟ فلتشتكي للكابتن، هو من طلبكم، لديه شيء عليكم جميعا رؤيته. ولكن كلاوس وإلماتادور لم يأتيا. هل يعلم أحد أين ذهب؟ أنا أعرف، كلاوس يريد أن يعرف ماذا حدث في ذلك المسلسل السخيف، بينما يحاول تحطيم الرقم القياسي للصور. هاي يا رفاق، أعتقد أخيراً أني جاهز للمباراة. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. أوه، هذه الأنفاق طويلة جدا. صحيح، مثل تلك المرة التي حاولت فيها الطب. صورة الصمت. انظر هناك. أنا أدعو القوة السحرية الخارقة للكتاب لكي تكشف لنا الستار عن أحداث الموسم 5 من موديل ستودنتس. أرجوك اكشف ماذا حدث في الموسم 5 من موديل ستودنتس. أرجوك أيها الكتاب. لا أفهم. كما حدث أيضا في مسلسل موديل ستودنتس. ليس مسلسلا جيدا يا كلاوس. كان ذلك وشيكاً حقاً. جيد أننا اختبأنا قبل مجيئهما. يمكنك أن تتخيل حجم المشكلة إن وجد الكتاب الحقيقي.
يوم مباراة ملعب الكولدرون، سافيج أرعب فريق المدرب أيرون تانك بسيطرته على وسط الملعب. الفريق الأحمر ليس بتلك السهولة يا ماك. هم بحاجة لشيء سحري ليربحوا المباراة، وقد يكون لدى فريق جريم السحر. حسناً، لا تقل لي إنك تؤمن بتلك الخرافات السخيفة. حسناً، أحياناً أعلق على المباريات بشكل دقيق وأتساءل إن كنت أملك السحر. هذا شيء سخيف مثلاً؟ ها؟ من سينتصر في معركة الكاب؟ الكابتن؟ توقف! ثم تندفع بكل قوة. رؤية مستقبل مخيفة لكابتن جريم. أطلق تسديدة قوية، كان ذلك وشيكا على السوبر سترايكا. يا للروعة، يبدو أن راستا بدأ بإظهار القليل من سحره للسافيج. قريب جدا، حظ سيء لسوبر سترايكا. أليس من الممكن أن يكون راستا أيضاً؟ لاعباً جيداً جداً؟ أستطيع مقاطعتك. أوشك الشوط على الانتهاء وما زلنا دون أهداف. الكابتنان يجاريان بعضهما بالأسلوب نفسه. توقف عن هذا الهراء، فلقد اكتشفت كل شيء. أيها المغرور، دعني أريك الآن قوتي الحقيقية. ثم إلى اليمين قليلاً. أمر لا يصدق. يبدو وكأن السافيج في كل مكان بالملعب. ماذا؟ هدف! مرة أخرى فلاديمير سافيج يأخذ زمام المبادرة لفريقه. وإذا استمر الوضع هكذا ليس عليك أن تكون عرفاً لتعرف أن فريق سوبر سترايكا يهزمون. إننا نتحسن في هذا. أقنعتكم يا رفاق أنني أستطيع قيادتكم، لكني خذلتكم. إن معرفة الفريق والخطة لا تفيد في مواجهة سافيج. ربما يستطيع معرفة المستقبل. وإن يكن، لا يهم إن كان يملك 8 أرجل أو أكثر. بقيادتك لنا نستطيع هزيمة أي أحد في أي وقت. أنت كابتن فريقنا، أنت لها يا كابتن. صورة تجمع الفريق، لا تقلقوا، سأظهر الجميع هذه المرة. أعطني هذا. لا، أريد أن أوثق اللحظة المميزة، بل والجمالية أيضاً. ما هذا؟ أنا أفضل لاعب في سوبر ليج. لا، أقصد ذلك الشيء الصغير في الخلفية. ما هذا الشيء؟ وهو هنا أيضاً. وماذا يكون؟ إنها كاميرا للتجسس. سافيج لا يعرف المستقبل، بل إنه يتجسس علينا. هكذا إذن عرف طريقة تدريباتنا. وكيف إذن تفسر بصيرته على أرض الملعب؟ أعتقد أني أعرف. حسناً يا سافيج، ها قد بدأنا. تمريرة 70 درجة يساراً. تمريرة للوراء وارقد يساراً. 30 درجة يساراً. انتبه من... تظن أنك تستطيع مواجهتي؟ لقد رأيت المستقبل، وعالمك المزيف يوشك على الانهيار قريباً. ما هذا الذي يفعله شيكس؟ لا يمكنني التنبؤ بهذا يا بريندا. الآن
الأمر بيننا فقط. رائعة من راستا. ها هو سافيج قادم. راستا يسبقه إليها وشيكس يتقدم. أعتقد أن كلينا يعرف ماذا سنقول هذه المرة. صحيح يا بريندا. لعبة رائعة. أوه لا، تم إلغاء مسلسل موديل ستودنتس. لن أعرف أبداً إن اختارت مونيكا موريس أو لورنس. إنما يسعدني أننا لن نعرف هذا. انظروا إلى الأعلى. حقاً؟ أعتقدت أن الجريم قد تعلموا الدرس. دعونا نسقطها. انتظر 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 انتظر، إنها لي. صورة جماعية من الزاوية العليا. تجمعوا يا رفاق. لا. أو. 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 دعوكم من فريق جريم اف سي. هذا وجه مخيف. لا يا رجل. إذن أنتم وسط المحيط، لا أرى اليابسة، وخلفكم هي موندو كاهونا، أخطر وأكبر موجة في العالم. ماذا ستفعلون؟ تجدفون حتى تتكسر أذرعكم. واحد، اثنان، ثلاثة، انهضوا. بعدها تناولوا الغداء. كفاك يا كول، لقد أفسدت لقطتي. لبرنامجك الواقعي المزيف؟ إنه ليس مزيفاً، بل اختبار تصوير. لأمتلك برنامجاً خاصاً لابد أن يشاهد المنتجون قطعاً مصورة. بمناسبة القطع، قطعنا جاهزة. رائحة اللحم لذيذة. عاصفة ثلجية متجهة إلى ملعب القلعة، لذا سنغادر باكراً لنتدرب على هذا الطقس. سنواجه فريق أيرون تانك. سيكون في ملعب القلعة بمنتصف أكبر عاصفة في القرن. ماذا تفعلون؟ كتيبة التخطيط، تقرير سير العمل. الحفارون يعملون لوقت مضاعف أيها العقيد، يتوقعون إيجاده خلال دقائق. يا ناين، تحفرون منذ أكثر من 3 أسابيع، لما ستجدونه الآن؟ سيد القائد أوبر، تبعاً للاحتمال الإحصائي، كلما بحثنا عن القطعة الأثرية أطول زاد احتمال إيجادها. ماذا؟ ارفع صوتك. لقد وجدتها. اليوم الأول، متجهون لجبال الألب. سنحتاج لمهارات نجاة عالية. أجل أجل أجل، مثل كيف سننجو ونحن جالسون على هذه المقاعد المريحة؟ آيرون تانك؟ ما الذي يفعلونه هناك؟ مرحباً يا فريق. مرحباً يا بروفيسور. طبقاً لحساباتي، هناك عاصفة ثلجية محملة برياح جبلية، والجو سيصبح عاصفاً خلال 48 ساعة. هذا جيد لأننا في جبال الألب.
أعني أن المناخ سيكون قاسياً يا إلما تدور. لا 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 لا، نحن في جبال الألب. الطقس سيكون سيئاً. ماذا؟ كنت أحاول المساعدة. كما قال نورث شو، اللعب مع إيرون تانك خلال العاصفة سيتطلب مهارات نجاة متقدمة، وأنا أعرف المكان المناسب لتعلمها. اليوم الثاني، ذاهبون للقاء خبير التدريب، والمكان الأفضل وظروفه تتشابه والقلعة. المكان بارد، ولا أقصد بارداً، فقط أعني أنني سأتجمد. مع ظروف جوية بهذا السوء، تستطيعون تخيل ماذا يمكن أن يحدث مع هبوب العاصفة الثلجية في... جيكس؟ جيكس؟ ماذا تفعل هناك؟ قاعدة فريق النجاة 101، لا تتفرقوا. حسناً، حسناً، أنا قادم. أخيراً. لما تأخرتم هكذا؟ رائع، إنه بديع حقاً. إنه بالفعل أروع مما تخيلت بكثير. مع اكتشاف كهذا سنصبح لاعبي كرة القدم الأشهر. هذا جميل. أجل، دافئ جدا، يعجبني كثيرا. بملابس البروفيسور الحرارية سوف تتحملون الصقيع. الآن قابلوا مدربكم الخصم. الأشجار. أعضاء فريق آيرون تانك أضخم منا، لذا ما يميزنا هو السرعة والخفة. هذا سهل، سأقوم بحركة كلاسيكية. لكن الصقيع والعاصفة الثلجية سيجعلان الظروف أصعب. إذن ماذا سنفعل؟ ستستخدمون مسامير مستطيلة من أجل الثبات. أعطني المسامير أيها المدرب. آيرون تانك، لكن أردنا جعلكم تجربون طعم الخسارة. كان هذا الأداء رائعاً للغاية. شباب، يبدو أنني قد أخطأت قليلاً في بعض الحسابات. تبينت أن العاصفة الثلجية ستبدأ حسناً في الحال. هذا ليس جيداً يا أصدقاء. هل أحد منكم لديه أفكار؟ قلها. لن يحدث يا أخي. فلتقل. هذا مستحيل. تريد هذا. حسناً حسناً حسناً، ماذا سنفعل؟ نحتاج أغصاناً، ثمار صنوبر، والكثير من الإصرار والتحدي. بدأت العاصفة باكراً. ممتاز، الظروف مناسبة لبرنامج تدريب فريق الكرة الشتوية. إن المعلومات التي قمنا بجمعها كما تعلم ستجعل هذه العاصفة كنسمة ربيع. لكن هذا الطقس هو الأسوأ منذ عقود طويلة. ربما، لكن البيانات المجموعة من تعود لآلاف السنين الماضية من العصر الجليدي. وقت المباراة سنجمد فريق سوبر سترايك عن اللعب. اليوم الثالث، حفرنا في الثلج لنصنع مخبأً ليحمينا من أخطار الليل. مع وصول الرياح لعشرين عقدة سيسبب هذا درجات حرارة منخفضة لحد التجمد. نورث. أجل يا كول جو،
شكراً لإنقاذنا من البرد. ما تفعله هو أمر مدهش. إن هذا واجبي، لكن يجب أن ننجو من هنا لو أردنا أن نسوق لهذه الحلقة. لا توجد بشائر، العاصفة ما زالت شديدة. ماذا حدث؟ شيكس! يا شيكس، تنحوا جانبا يا سادة. لا يمكن أن تكون جادا. شباب، صديقنا في حفرة عميقة. حقا، نورث الوحيد من لديه المهارات ليتبعه. ماذا؟ إنها حقيقة. منتصف اليوم الثالث، سقط زميل في حفرة. أخذت معي حبلا ومهاراتي. ماذا ستفعل؟ لديه مهارات رائع. ها؟ لكن فيما يحتاج أيرون تانك رجل كهف مجمد؟ أنا متصور لرؤية هذا. أجل بالطبع، لن تصدقوا هذا، إنه مذهل. انظروا ما حدث لجد جد 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 ثور الأكبر. لا أعلم عما تتحدث. هيا قل التعبير. لا، هيا. أنا لا أريد. إن هذا أمر. كما قال المثل، يخلق من الشبه 40. انتباه، كفى تفاهة، تبقى يوم على مباراة سوبر سترايكا. نحن هنا لأجلي. هل هذا يا ثور؟ أظن أن جد جد جدك الأكبر يريد إخبارنا بشيء. إنه ليس من أجدادي. حسناً. لا تقلق، وصل الإنقاذ يا صديقي شيكس. دخلاء، جواسيس، أمسكوهم. أنتم في كهف به رجل مجمد وأيرون تانك خلفكم، ماذا تفعلون؟ اقفز. ألديك نصيحة للتخلص منهم؟ أجل، منذ كهونة. الموجة العملاقة، ظننتك تموه. كل ما في برنامجي حقيقي شيكس. 1، 2، 3، انهار. ماذا سنفعل الآن؟ أتثق بي؟ أوبر، أجب يا أوبر، أعطني التقرير. لا أثر لي أي أحد. حسناً، ارجع للكهف من أجل المرحلة التالية من كرة القدم الشتوية. علم سيدي العقيد. أحقيقي بما يكفيك؟ مدهش. واو، هذا حقيقي؟ مدهش. الأمر واضح، رجل فضاء بلا أي شك. لا 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 لا، إنه ليس رجل فضاء، بل رجل الثلج. إذن يا بروف، هل أخبرتنا المزيد عنه؟ كان يعيش في آخر عصر جليدي. تعني أجلد من هذا؟ أجلد بكثير يا كول جو. في هذا الوقت كان الكوكب مغطى بالثلج. وأيرون تانك يدرسون شخصاً عاش وقتها. شباب، لا تقلقوا بشأن هذا، لدينا عدتنا ومسامرنا، نحن مستعدون لأي شيء من أيرون تانك أو حتى الطقس.
الآن حان إطلاق فريق كرة القدم الشتوية. إنه يوم المباراة في ملعب القلعة الجليدية. لا أعرف يا بريندا، أنا لا أشعر بالبرد. آيرون تانك أم سوبر سترايكا، من هو الأفضل؟ ستحسم هذه المباراة أي الفريقين مستعد لظروف الطقس. من المفاجئ أن سوبر سترايكا مسيطرون على الظروف المناخية أكثر من أصحاب الأرض الأصليين. تفوقوا ببراعتهم على فريق تانك، هذا جميل. جاكس، مرر إلي. الماتادور يستعد لتسديد هدف. إنها بداية مذهلة، رجال الملابس الحمراء يسيطرون على الملعب رغم ظروف الطقس. ظروف الطقس؟ أنا لا أعرف ما الذي تتحدثين عنه يا بريندا. إن سوبر سترايكرز مستعدون أفضل مما ظننا. مسامير خاصة؟ إنها فكرة ذكية. أتمنى أن يفي جد جد جدك الأكبر بوعده. بالطبع سيفعل. إنه ليس جدي. حسناً؟ لا تقلق، ربما يكون سوبر سترايكا أسرع منا الآن، لكن قريباً سيؤثر البرد على سرعتهم. نصف المباراة الثاني، والأحوال الجوية تسوء كل لحظة. أجل، ستكون السترة فكرة رائعة يا ماك. يحتفظ فريق سوبر سترايكا بالكرة لوقت أقل. يستعيد لياقته في المباراة. ما التالي في هذه الإثارة يا ماك؟ ماك؟ اليوم الرابع، بدأت الأمور تسوء جداً. لم أخطط لهذه النهاية في أول حلقات يا شيكس. استعددنا لهذا الطقس لكن ليس هذا. أجل يا صديقي، إن المباراة تفلت من بين أيدينا. ربما التزلج سيجعلنا أسرع. موندوكا هنا؟ موندوكا هنا. موندوكا هنا ماذا؟ تتحدثان مع البروفيسور كثيراً. فقط أعطوني الكرة. آيرون تانك يتطلعون للاستفادة من أرض وطنهم في الوقت الحالي. سوبر سترايكا في ورطة كبيرة، مثل ماك تماماً. عرفت أنه سيعجبك. وشيكس لديه مشاكل خاصة. لنرى لو آيرون تانك سيسددون الهدف الثاني. صد رائع من بيك بو، وأرسلها مباشرة لنورث شاو. لكن يبدو أن هذا جيد. ضرب
من جوان أوبر. تعلمتم من رجل الجليد أثناء عاصفة جليدية نزع المسامير، ماذا تفعلون؟ واحد، اثنان، ثلاثة، انهض! سرعة لا تصدق من شيء. تبقى حارس المرمى. مرحبا ماك، لقد عدت. أجل، أخبرتك أنني لا أشعر بالبرد أبدا. صديقي رائع، لقد فعلتها. نعم، المدرب محق. تطلبت هزيمة آيرون تانك مهارات نجاة حقيقية. بالنظر لملابسات الوضع فإنه من اللائق فقط أن يكون الهتاف ساحقا. رأيتم؟ لست الوحيد الذي لا يفهم هذا الشخص. ما أعنيه هو؟ لقد تألقتم حقا يا أولاد. عبقري. اكتشفتم رجلاً مجمداً، تدربتم في درجات منخفضة، وهزمتم آيرون تانك في قلعة الجليد. الآن ماذا ستفعلون؟ سوف نعود إلى أرض سترايك المشمسة ونشعل ناراً للشواء ونشاهد أروع برنامج نجاة واقعي مطلقاً. أنا نورث شاو وهذا هو ما تفعلون. برنامج رائع. فلتودع إذن جد 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 جدك الأكبر يا ثور. إنه ليس جدي الأكبر، كانت فكرة غبية من البداية. في النهاية لن تستطيع تعلم شيء عن كرة القدم الشتوية من رجل مجمد.